عندي يا اما احط ورق زبده كده زيت تحت ورق زبده، يا اما احط دقيق سمنه عليه دقيق وافضل اخبط كده نازل كل الدقيق لحد لما الدقيق يبقى ستريت خالص ويبقى طبقه رفيعه جدا. بس في الشوكولاته احسن نحط ورق زبده عشان ما تعملناش علامات بيضه تحت. هقسم المقدار بتاعي على الصينيتين دول بالنص كده، السمك باين ان هو مظبوط وحلو. تمام قوي كده. طبعا ممكن اخد الباقي ده برضو انزله بالمعلقة السيليكون مفيش مشكلة، بس انا كده بالنسبة لي تمام عشان الارتفاع بتاع الاتنين يبقى مظبوط. مهم قوي لو في اي حاجة في الجوانب عشان ما تعملش لسوعة، نهتم بس نشيلها لو اي حاجة اتعملت مننا عشان ما يحصلش لسوعة فيحصل ريحة شياط كده مش حلو. حلو قوي كده، يكونوا عندي جاهزين يدخلوا الفرن. ما عندناش صينيتين قد بعض، هنعمل ايه؟ هنعملها في صينيه واحده هتطلع تبرد كويس قوي ونقسمها نصين. انا عندي واحده بس في الفرن فمش هعرف ادخلها دلوقتي. عندي دلوقتي الكريمه اللي انا هزين بيها بعد لما سيحت الكريمه اللباني. شفنا مع بعض الكريمة اللباني سخنت، نزلنا عليها بالشوكولاتة المبشورة وفضلنا نقلب كويس قوي وديناها شوية قهوة وبس كده. هضرب دلوقتي الكريمة دي لحد لما تعملي كريمي، تعملي كريم كده اقدر ازين بيه، ما تبقاش شوكولاته سايحه تبقى كريمه سايحه. بفضل اضرب في الشوكولاته لحد لما تعملي كريمي، احس ان انا عامله كريمه شوكولاته. زي ما انتم شايفين كده السمك معايا كريمه جدا، مش شوكولاته سايحه قوي احطها تتدلق، كريمه. نجاح الخطوه دي في ان احنا بعد لما نسيح، بصوا كريمه، بعد لما نسيح الشوكولاتة تقعد في الفريزر. انا عملتها وهي سخنة فاخدت مني وقت كبير. لما بتقعد في الفريزر ونيجي نضربها بتقلب وابن كريم، بتقلب زي الكريم شانتيه الحلو بتاع الشوكولاتة اهو. بعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي الكيكة بتطلع كده، ده اول جزء من الكيك. شيل اي حاجة بقى من الجوانب كده. هعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة لما بتطلع الكيك طبعا بنسيبها تبرد، وبعدين بنجيب تحت كده في المكان اللي هنزين فيه الكيك نحط كده شوية من صوص الشوكولات اللي عملناه. ليه؟ علشان نثبت الكيك بتاعنا ما يتعبناش بقى واحنا بنزين. ثبته كده حلو قوي. عندي دلوقتي مغرفة سقسق بيها الكيك بتاعي بالشربات اللي احنا عملناه ده، بقى بيطريها ويلمع الكيك يخلي طعمه حلو قوي. اللي مش بيحب الكيك بالشربات دي حاجة اختيارية، بس الكيك ده علشان القهوة حادة جدا بنحب نسكره شوية عشان الكريمة فيها قهوة. اعمل كده وامسح بقى اي حاجة وانا شغالة على طول علشان يطلع معايا الشكل النهائي مظبوط وحلو. تمام كده. عندي دلوقتي ايه تاني؟
بجيب كريمة الحشو، حط منها جزء كبير كده وابتدي افردها كده براحة. بص، الشوكولاتة لما بنتسيح مع الكريمة بتدخل الفريزر بعدين تتضرب، وبن كريم شوكولاتة. من ألذ الأوقات في أي كيك الوقت ده إن احنا نقعد نزينه كده، حاجة ممتعة جدا للناس اللي بتحب الطبخ عامة والمطبخ، بيستمتعوا أكيد بفكرة إن هم يقعدوا يزينوا كيكة. يعني أعمل كده، حابة طبقة الحشوة تكون كبيرة علشان تبان معايا بين الكيكتين لما أجي أقطعها. جميلة قوي وكريمي جدا ومساعداني قوي وأنا بفردها وبعملها، حلوة قوي. السكينة الصغيرة دي حلوة قوي في الفرد، في التزيين الاسباتيولا دي، الحجم ده حلو قوي قوي، شجعكم تجيبوها، أسهل من الكبيرة، بتعرفوا تتحكموا فيها بيها أكتر بكتير. كده عندي أول طبقة تمام. أجي لتاني كيكة عندي وأحطها كده، وطبعا أسقيها الشربات، ألزقها بس كده في الكيكة التانية، أضغطها وأسقيها شربات برضو قبل لما أبتدي أزينها. ما نزودش قوي، هي مغرفة واحدة. وأجيب دلوقتي باقي كريمة الحشو وانزلها كده، ايه، جزء كبير منها علشان هبتدي ازين بقى الكيكة كلها على بعضها. بالراحة بقى عشان دي كيك، لو دوسنا قوي الكيك هتقسم نصين. انا لسه الكيك ما بردش قوي عندي وسخن برضو، فالموضوع عندي صعب شوية، بس خلينا ايه نظبطها كده مع بعض. ابتدي انزل الجوانب وبعدين اظبط الوش، ده اسهل حاجه، عايزه بس الجوانب بتاعتي تظبط صح. وازين لحد تحت خالص واحده واحده، تاخد شويه وقت منكم بس لازم نعملها كده بالراحه. دي كيك حلوه قوي، لما تعملوها في البيت هتحسوا ان انتوا مشترينها من بره. اللي بيحب الكريس ممكن يحطوا الكريس، بيليق عليها جدا، ممكن تحط في النص مكسرات بتكون حلوة قوي معاها، ناتس كلها بتكون ظريفة جدا معاها، عشان شوكلت مع القهوة بتليق جدا عليها، بسكوت مبشور على الوش حلو، نوع شوكولاتة بنحبها برضو حلو، كل حاجة مع الكيك دي بتنفع على حاجات كتير، فراولة. انزل بس وبعديها اظبط افرد براحتي، بس انزل كل الزيادات بتاعه الشوكولاته عشان تكفي الفرد كله. بص، السمك بتاع الكريمه حلو جدا جدا. اعمل كده، وكل ما حاجه تنزل افرد بيها على طول، احاول ان هي ما تنزلش على الحاجه اللي انا بزين عليها. افرد كده، طبعا لما بتكون الكريمه ساقعه بتكون اسهل معاكم علشان كمان بتمسك في الكيك اسرع وما بتسحش، بس لازم نبرد الشوكولاته السايحه قبل لما نضربها بالمضرب الكهرباء، لازم تبرد عشان تعمل لكم السمك ده. حلو قوي 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 كده. الف عليها مرتين كده، اشيل كل الزوايد، اطلعها فوق عشان لسه هعمل الطبقه اللي فوق كمان. بصوا بصوا جمال الكيك بقى في النهايه، بيكون شكله تحفه. لو
حسينا ان حتة من الكيك باينة ننزل بيها بالحشوة تاني ونبتدي نعمل صف كده تاني بالسكينة عشان تطلع بس كلها متغطية كويس، فتبقى الشكل النهائي حلو. طبعا الكيكة دي من الكيكس اللي لازم تسقع في التلاجة قبل لما نقدمها، لازم. انا هنا شايفة الكيك لسه فعايزة اغطي اكتر. ادنى تكون بعيدة شوية واحنا بنعمل علشان تبقى كده. اللي فوق بقى انا كده عملت اللي تحت مستقيم، اللي فوق انا حابة ان هو يبقى شكله كده ايه، عشوائي كده شوية. ما طبعا ايه، لما بعمل كيك بنسى وقت وبنسى كل حاجة من كتر بحب قوي تزيين الكيك عامة. وهعمل ايه، هجيب بقى الاطراف بتاعتي كلها احط لها كده شوكولاتة مبشورة، او احط لها بسكوت مبشور، مكسرات مبشورة، كل ده ينفع. عايزين تقدموها من غير اي حاجة برضو ينفع. وابتدي فوق اعمل بقى الشكل النهائي الحلو، عايزين ايه نقفل بيه الكيك الجميل ده. شوكليت كيك مع قهوة، يعني حاجة كده خطيرة. لو شوية فراولة كمان كده تبقى تحفة. عملنا النهاردة كيكة شوكليت حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، زيها زي بتاعت اي محل من برة، عملناها منتهى السهولة، ما خدتش اي وقت. يا رب تكون وصفتي النهاردة مختلفة، تجربوها وتقولولي رأيكم على السوشيال ميديا. تستنوني في حلقة جديدة من سفرة دايما. شكرا.